كذا الاضاعه من ساديو ماني. يمكن دي كمان علت الاكس جي شويه بتاع فرقه السنغال او الاهداف المتوقعه لفرقه السنغال في الفاينل. في القاهره هنا احنا كنا في الاكس جي اعلى، يعني احنا ما رحناش للجول كتير، لكن احنا كنا في الاهداف المتوقعه احنا اعلى تقريبا. فرقه السنغال 8 من 10 واحنا 1.2 من 10، الفرق مش كبير، ولكن برضو الفرق ده مؤشر انه منتخب مصر قدر يروح للجول. انا بشوف ان احنا يمكن الشوط الثاني عليا انا شخصيا، خليني اتكلم عن نفسي، انا الشوط الثاني اثر عليا وحسسني ان احنا عملنا ماتش وحش. بس انا لما اتفرجت على الماتش مرتين كمان لقيت ان احنا عملنا الشوط الاول كويس او يعني بشكل متوسط. لكن الشوط الثاني كنا وحشين فعلا. فانا اتمنى ان احنا نبني على هنا الاول. هنا ممكن يعني تربط انت في تحليلك لاداء منتخب مصر انه الهدف المبكر خلانا عندنا اكتر رغبه في ان احنا نحافظ على التقدم ده وما نخليش او نمنع السنغال من انها تسجل، فده اثر على مستوانا، ولا ده فوارق في اللياقه وفوارق في التكتيك وفوارق في الامكانيات والسرعات بين الفرقتين؟ انا عندي راي في قصه الفوارق. الحقيقه انا يعني حاسس احنا اتبع لنا فكره مؤخرا ان هم في حته مختلفه واحنا لا، احنا اقل بكتير. ده مش حقيقي خالص، يعني دي من ضمن الحاجات اللي انا مش شايف ان انا موافق عليها. وانا انا كراجل بقى بتفرج بعين المتخصص قبل ما بتفرج بعين المشجع او المنتمي البلدي، انا شايف ان احنا اتبع لنا القصه دي. لا، فرقه السنغال مش في الحته اللي تصور لها. تعالى نمشي مع الاسماء واحده واحده، هنلاقي ان الاسماء في 3 4 اسامي كبار قوي، لكن ال 3 4 اسامي الكبار قوي دول جنبيهم 5 6 اسامي متوسطين. لما نروح لمنتخب مصر هنلاقي ان في اسمين 3 كويسين، في اسم كبير جدا اللي هو محمد صلاح، في اسمين 3 معاه كويسين، فالكفه متوازنه، الكفه مش بعيد. وده اللي احنا شفناه. مهما كان احنا بعيدا عن الاسماء، برضو الناس شايفه انه كره السنغال الهجوميه، يعني قدرات السنغال الهجوميه في ال 220 دقيقه اللي احنا بنتكلم، ما سجلوش فينا، ما نجحوش في التسجيل، لكن هم طول الوقت ضاغطينك، طول الوقت موترينك، طول الوقت حاسس انك انت بتلعب مش مرتاح، حتى في الفترات اللي الكره بتجي لك فيها بيبقى نجاحهم في استردادها سريع جدا، اللعب في نص ملعبك اطول بكتير جدا من اللعب في نص ملعبهم. فبصرف النظر عن مقارنات الاسماء وفين الكوره بتقول انه بس هو في النقطه دي لو احنا وقفنا عند النقطه دي وسالنا نفسنا طب هو منتخب مصر مسك كوره على مين؟ ما احنا مش هنلاقي. يعني منتخب السنغال مسك عليا كوره عشان انا بلعب كده، عشان انا المدير الفني بتاعي افكاره كده، مش علشان منتخب السنغال قوي للدرجه دي. تمام، يعني ما انا طب ما انا قدام يعني قصه عندنا مش عنده. ما انا قدام احنا اللي السبب فيها انا خسرت الاستحواذ قدام من اول البطوله العربيه، قدام الجزائر في البطوله العربيه، قدام تونس خسرت الاستحواذ، لما قدام الاردن كنت خسران الاستحواذ في الشوط الاول، لما سافرت بطوله افريقيا خسرت استحواذ قدام نيجيريا، كسبت استحواذ قدام غينيا بيساو والسودان، امر منطقي، خسرت استحواذ قدام كوديفار وقدام الكاميرون وقدام السنغال، وكسبت استحواذ قدام المغرب. قدام المغرب كسبت الاستحواذ لان اتحط فيها جول في اول 3 دقائق، فكنت خلاص لو ال 90 دقيقه دول خلصوا مفيش بقى اكسترا تايم، مفيش وقت اضافي، كنت هلم شنط واروح. فاللعيبه لما بدات تروح لقدام، انا عندي ريفرنس، ما انا عندي ريفرنس مباراه المغرب، اللعيبه لما راحت لقدام لا كان شكلك كويس، استحوذت، سجلت جول والتاني، وكان ليه خطوره، الاكس جي بتاعك اعلى، انت في الفرص اعلى، انت في التسديدات اعلى، في كل حاجه اعلى. ومنتخب المغرب المصنف ال 23 على العالم، ومنتخب السنغال المصنف ال 19. فانا عندي ريفرنس اهو، انا لما حطيت اللعيبه دي في وقت ان انت محتاج تروح وتسجل، لا اللعيبه دي راحت وسجلت واستحوذت على المغرب، والمغرب كانت عامله بطوله كويسه، والناس كلها اصلا كانت قلقانه من مباراه المغرب. وكانت الناس بتتكلم كمان ان احنا بقى لنا سنين طويله جدا ما كسبناش المغرب ومش عارف ايه وحاجات كده، لا وكسبنا. فلا انا مش مع فكره ان احنا يتبع لنا ان السنغال عشان حطاني في نص ملعبي يبقى السنغال اقوى، لا السنغال حطاني في نص ملعبي عشان انا بلعب، عشان انا الكوتش بتاعي عايز كده. انا الراجل اللي واقف على الخط هو ده منهجه ودي فلسفته. والدليل احنا لسه قايلين الدليل اهو، كل ماتشاتنا في بطوله افريقيا مع الفرق المصنفه احنا خسرنا الاستحواذ، وكنا اقل في الاهداف المتوقعه، كنا اقل في الفرص. الطريقه دي من وجهه نظرك الانسب لمنتخبنا الوطني يا شريف؟ يا ناس في اوقات كتير بتبقى